السلام عليكم. تم مؤخرا تدشين محكمة جديدة بولاية الأغواط التي تقع بالضبط في دائرة قصر الحيران، ونشوف هنا الطراز المعماري جميل اللي يعني يراعي الخصوصيات تاع المنطقة، وهو طراز يعني عربي إسلامي، والالوان الوان يعني صحراويه عاده ما نشاهدها في البنايات الصحراويه، يعني يتلائم مع البيئه العمرانيه تاع المنطقه، وان شاء الله تكون الخدمات والعداله تكون في الموعد، وتكون على حسن ظن عند حسن ظن المواطن الجزائري. ونتمنى إن شاء الله الخير، والسلام عليكم.